الرساله ديالنا تنقول لهم حنا مشكلتنا ماشي كورونا، كورونا يلاه جات طلعت على السطح المشاكل اللي كنا تنعانيو منها. راه مشاكلنا ماشي وليدات كورونا، كورونا راه هي غير فضحات داكشي اللي كان. فين حنا فين حنا عندنا فين وكيل الاسفار المغربي عنده القيمه؟ حيت تجي الناس ديال لي طيو اترانجي تيجيو تياخذوا حقنا، المنصات الحجز الدوليه، الصفحات الفيسبوكيه، الناس اللي تيمتهنوا المهنه من غير اي وجه حق، العشوائيات. حنا مهنه منظمه بقانون، امتى غيتفعل هذا القانون؟ امتى غيتفعل هذا القانون؟ حنا تحت وزاره وصيه، اذا هذه الوزاره الوصيه خصها تدير خدمتها وتحافظ علينا، لان حنا راه عندنا عائلات وعائلات مورا ظهرنا، كيفاش غنديروا ليهم؟ هاد الناس اللي كل واحد هاز خمسه وسته وعشره العائلات، اش غنديروا ليهم؟ نخرجوهم من الزنقه؟ راه بزاف، راه عاميين بزاف. يقولوا لي عطيناكم دعم ديال 2000 درهم، واش تعطلوش 2000 درهم هي الحل؟ 2000 درهم ماشي هي الحل، حلوا لنا الحدود وعطونا نخدموا، عطونا قيمه في بلادنا باش نقدروا نخدموا، حنا ما طالبين والو، باغينا نخدموا. عطيونا الخدمه، واكبونا، ديروا لنا لي فورماسيون، ما عندناش مشكل، حنا مفتوحين للحوارات. ولكن ماشي تسدوا علينا، اش غادي نديروا هاد الناس كلهم شنو غايديروا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هاد الناس هادو راجعين قاطعين كيلومترات وكيلومترات. يعني وكالة تحتضر اليوم بسبب الجائحة وبسبب يعني هاد الإجراءات اللي هي كل مرة كتتمارس وتتنزل بلاغات في كل وقت ديال التوقيف وديال سد الحدود وفتح الحدود في واحد الظروف اللي هي يعني غير منظمة. هادشي كله خلى بأن وكالة الأسفار اليوم في وضعية حساسة، وهي كان توقف على العمل مدة 21 شهر. دابا وحنا جميع الوكالات متوقفة عن العمل، ويعني كنلاحظوا بأن الدولة ما دارت حتى شي حاجة باش تساعد هاد الوكالات اللي هي فاتحة بيوت. أقل وكالة فاتحة خمسة ديال المشغلين، خمسة ديال البيوت، وقس على ذلك فما أكثر. دونك حنا اليوم كنشدو صاحب الجلالة الملك محمد السادس باش يدخل، والحكومة الحالية باش تدخل ويضعوا واحد الإجراءات اللي تساعد هاد الوكالات باش تخطى هاد الأزمة الحرجة اللي وتعطي واخا جزء قليل مقابل ما عطاته وكالة الأسفار منذ سنين. دونك دائما وكالة الأسفار كانت سفير ديال المغرب في الناس اللي هي كتصيفطهم وكتأطرهم خارج البلاد، وكانت سفير ديال المملكة المغربية في الناس اللي هي كتدخلهم للبلاد وكتأطرهم داخل البلد. يعني كنتظروا واحد العرفان، واحد القليل من العرفان تجاه وكيل الأسفار، فأنقذوا وكالة الأسفار فإنها تحتضر.